اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه محب عصفير الزينه. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده عامله بناء على طلب احد المشتركين من حضراتكم، كان جاي له عصافير هديه، كان عايز يعرف نوعهم. طب انا اعرف نوع العصافير دي ازاي؟ في الفيديو ده هوضح لحضرتك كل انواع العصافير عشان تعرف العصافير اللي عندك نوعها ايه. تمام، اول حاجه معانا زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي عصافير استرالي. كل الصور اللي بتتعرض لحضراتكم دي عصافير استرالي. عصافير الأسترالي في منها ألوان كتيرة جدا، طفرات كتيرة جدا، في حاجات كتيرة جدا من الأسترالي كلها نفس التعامل، ممكن تأكلها نفس الأكل، نفس التعامل اللي انت تتعامله معاها، الأكل والمية، الأكل بتاعهم بلكم وفلارس ودنيبة. ماشي، كل أنواع العصافير أكلها بلكم وفلارس ودنيبة. وبعد كده احنا بنبتدي ننوع، نحط خضروات، نحط فاكهة، على حسب ما احنا بنبقى عايزين او بنعمل جدول غذائي ازاي. تمام، فهي دي كانت معانا العصافير الاسترالي. ماشي، معانا طبعا دلوقتي عصافير الكوكتيل. عصافير الكوكتيل في منها برضو انواع كتير، في منها حبشي، لاتينو، البينو، فرنسويات، حاجات كتيرة هتلاقيها بس كلها بتبقى بنفس الشكل، بيفرق اللون. تمام، طيب دلوقتي معانا العصافير الفيشر. العصافير الفيشر والعصافير الروز بيبقوا شبه بعض، بس الفكرة في العصافير الفيشر والروز بتفرق في العين. تمام، العين والمنقار. منقار الفيشر بيبقى أحمر، منقار الروز بيبقى لونه عادي. ماشي، طيب ودلوقتي معانا عصافير الزبرة اللي قدام حضراتكم دي. هي عصافير الزبرة. عصافير الزبرة بتتميز ان هي بتبقى اصغر حجما، يعني بتبقى اصغر حجما عن باقي العصافير التانية. ماشي، عصافير يعني كويسة جدا وحلوة جدا، بس الفكرة ان هي صعبة شوية في الامساك بيها لو انت مبتدئ او ان انت مش مربي، يعني بقالك فترة في الهواية، بحيث ان انت لو ضغطت على جسم العصفور جامد بيحصل له مشكلة وممكن يموت. تمام، فتخلي بالك من حاجة زي كده لو انت العصافير جايلك هدية او بتحاول تمسكهم او اي طفل عندك بيحاول يمسكهم. ماشي، طيب ودلوقتي قدام حضراتكم ده الانجليزي، عصافير الانجليزي. عصافير الانجليزي بتبقى حجمها اكبر من الاسترالي بشوية، وبيبقى زي ما حضراتكم شايفين في الوش فيه زي تجاعيد او الوش داخل لجوه شوية. ماشي، ودلوقتي قدام حضراتكم دي عصافير الجاوة. عصافير الجاوة مش كتير من الناس بيربوها، بس العصافير الجاوة عصافير برضو كويسة جدا وسهل التعامل معاها. ماشي، وطبعا دلوقتي قدام حضراتكم عصافير الحسون. عصافير الحسون ناس قليلة اللي بتربيها، عشان الحسون أغلبه بيبقى صيد، فأغلبه بيبقى صيد في حاجات ما بتقدرش إن هي تعيش بشكل عادي في القفص، وفي عصافير بتموت لو بتبقى صيد، فالفترة بتاعت حبسها دي بتبقى مش كويسة بالنسبة لها. ماشي، ودلوقتي قدام حضراتكم عصافير الكناري. عصافير الكناري بتبقى طبعا من أحلى العصافير وأحسن العصافير، وخصوصا إن سعرها بيبقى في متوسط كويس، سعر كويس. ماشي، بس الفكرة إن أنت لما بيجي لك عصافير كناري لازم تفهم كل حاجة عنها، عشان نظام إنتاجها أو نظام تكاثرها مش بيبقى عادي زي كل العصافير. تمام، هي دي كانت الانواع بتاعت العصافير، عشان لو جالك هدية او جالك عصافير هدية تقدر ان انت تعرف النوع بتاعهم ايه، تعرف ان انت تتعامل مع ايه. وهنزل لحضراتكم فيديو قدام يقولك ازاي تقدر تتعامل مع العصافير لو انت جالك عصافير هدية ما عندكش اي خلفية ان انت تتعامل مع العصافير. طب تقدم لهم اكل ايه، الشرب، كل الحاجات دي هوفرها لحضراتكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس وبكده يكون خلص حلقتنا النهارده. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر ناس وتستفاد منه، ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات والإشعارات الجديدة. أشوفكوا في حلقة جديدة من قناتنا محب عصفور الزينة. شكرا ليكم، شكرا طبعا.